اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله ام. النهارده معانا تشكيله من الخضار، وانا بكون حريص على ان الثلاجه بيكون فيها في نهايه الاسبوع شويه خضار من الكوسه من البتنجان من الجزر. انا عايزك تعملهم النهارده بطريقه جديده. هنعمل طاجن تورلي بالدجاج، هنشوف نعمل ازاي صدور دجاج مع تشكيله من الخضار. وانا بتسوق ودايما بشتري الخضروات بتاعتي لفت نظري نوع من انواع اليقطين اللي هي الكوسه دي، شكلها جميل، اخواننا الشوام بيحشوها بتتعمل بطرق مختلفه، فانا حابب اخليها تشارك النهارده مع التورلي اللي هي زيها زي الكوسه، سموها طبعا اليقطين. اليقطين في منه الاخضر وفي منه الاصفر اللي احنا عارفينه بنعمله دايما اللي هو القرع العسلي. هنشوف النهارده طاجن تورلي بمدرسه مختلفه. معانا النهارده الريزوتو، هنعمله بالجبنه الموزاريلا والاعشاب. الريزوتو بيتعمل بالرز المصري او بلسان العصفور اقتصاديا، لان في نوع من انواع الرز بيتعمل ريزوتو سعره غالي جدا، ولكن للامانه والصراحه الرز المصري طعمه احلى بكتير منه. فانا هعمل الرز المصري النهارده ريزوتو مع الموزاريلا والاعشاب، ونشوف نعمله مع بعض ازاي بطريقه بسيطه وسهله، والاكله دي هتعجب الاطفال قوي. اما تشكيله من الفواكه النهارده، والصراحه داخلين على الشتاء وايام الشتاء ما بين الصيف والشتاء، شايف التفاح والموز والعنب فواكه كتيره في السوق والمانجا. فانا معايا النهارده عصير كوكتيل على طريقه الخاصه. الفواكه مش هتنضرب في الخلاط، الفواكه هتتقطع زي الفروت سلط مع عصير برتقال، معها نوع من انواع المكسرات، ممكن يكون عين جمل، ممكن يكون لوز. يا صباح اللوز، عشان اللوز غني جدا باوميجا 3، واحنا محتاجين ندعم ولادنا بالاوميجا 3 عشان ما ينسوش الدروس بتاعتهم. تعالوا مع بعض نعمل الفواكه بتاعتنا النهارده بطريقه جديده ازاي. عايز اعمل النهارده تشكيله من الفواكه فروت سلط، او نعمل عصير كوكتيل بطريقه جديده. طبعا طبيعي اتعلمنا من الشيف المغازي، اول ما نفكر نعمل حلويات او نعمل عصير او نعمل ايا كان من الحلويات لازم ان احنا نستعد بدايه من تغيير الجلافز بتاعنا، او تغيير البلانشه، او تغيير السكينه، او الاهتمام بالنظافه، علشان ده مهم جدا. معانا عصير برتقال، معانا تشكيله من الفواكه ايا كانت الموجوده عندك، يتزعمهم ويتقدمهم الموز والتفاح، والمقادير على الشاشه، بسيطه وسهله، ولكن هي الطريقه انا شفتها بصراحه في محل بيقدم الحاجات دي فتعلمت منه. مش عيبه انك انت تشوفي لمسه، حركه، تركايه، ازاي احط الموز في الكوبايه، وازاي احط الفواكه في الكوبايه. وعشان كده خليته للاخر خالص وانا واقف بسلم معاكم. والله الوقت خلص، هدفنا حققنا، لسه في وقت، احنا مع بعض. حلو الكلام. تشكيله الفواكه اهيت مع النعناع الحلو ده كده هنا. اخد الموز الحلو ده كده الاول. تعالى يا غالي. يعني بص، الحاجات دي من الحاجات النادره انك انت واقفه في المطبخ خلصت شغلك تعمل الكاسات دي وتحطها في الثلاجه. بس الموز يا مغازي ما ينفعش، لو انا قطعته وحطيته في الكاسات بيسود اعمل ايه يا حبيب قلبي؟ كل القصه انك انت الموز ده قبل ما تحطيه في الكاسه بتغرقي محلول حمضي. ما هو المحلول الحمضي؟ ماء مخلوط بعصير ليمون وعصير برتقال. يوم الموز ما يسودش منك. حلو الكلام؟ اه زي ده كده. هو والتفاح الاثنين. نعمل ايه يا عم الشيف؟ اه الحركه دي بصي اهو. انس اهو. نحطها هنا. ودي. خد ده كده جنبيها. نحطها هنا كده. حلو الكلام؟ ناخد كمان ده كده اهو. ايه رايك انا سبت ده للاخر بقى على الروقان؟ تقول لي بقى وقتك خلص، وقتك ما خلصش، احنا مع بعض اهو. انا عارف انك هتديني وقت عشان الكوبايه دي بعد ما نخلص هنقسمها مع بعض اهو. شفت الموز اهو. الموز بيسود. طالما حطيته في عصير البرتقال هتنه معاكي لغايه لما الضيوف ييجوا والمناسبة الحلوة تخلص والعزومة بتاعتها تخلص وهو ايه محافظ على شكله. حلو. كمان واحد.
انا بحب الموز يكون سليم مع الفواكه على فكره. ليه؟ بياخد من طعم الفواكه بيبقى لطيف. بس دي مش هحطها دلوقتي، دي هحطها بعد ما ايه، ما احط الفواكه. حلو الكلام، خليها على جنب كده. ودي نفس القصه. انت على فكره لو انت دخلت المطبخ هتعملي احسن مني، انا واثق من ده. معكيش بقى مخرج مستعجل، معانا دقيقتين، معانا ثلاثه، وخايف لا قشره الموز تقع تحت. انت هتشتغلي ايه؟ بمزاج حلو. قطعت الموز كده وخليه على جنب كده. ناخد الفواكه الحلوه دي كده بعد ما نحط عليها السكر ده كده ونقلبها. ممكن تحط عسل، ممكن تحط شربات. ناخد الفواكه دي كده، اللهم صل على النبي، نحطها هنا كده. الله، نحطها هنا كده. الله، نحط دي كده هنا اهو. شفت الشقاوه دي اهو؟ طلعهم لك دلوقتي في الامام. حاضر، عينيا خرجني، عايز اشوف الحاجات الحلوه دي كده. كوبايتين عصير حكايه. خلي دي هنا كده اهو، نشيل ده من هنا كده، وناخد الموز بتاعنا ده كده، نحط عصير برتقال. حاضر، عينيا، واعمل دي كده. فين؟ حاضر، عينيا ده شيله خالص من هنا، اللي زعلك نشيله. حلو، ادي الموزه دي كمان في عصير البرتقال. نزلت ماشي، ناخدها كده اهي. انا عايز بس الاولاد نشد انتباههم، وعندنا الكلام ده في البيوت. الاولاد مش بيحبوا ياكلوا الفاكهه صحيحه زي ما هي كده، بيحبوها متقطعه، يا اما اسنانهم ما بتقدرش ان هي، عندهمش صبر يمضغوا التفاح، فلما ليه متقطع كده ياكل، يا اما يعجبه اللون والشكل بتاع الكوبايه الكاسه اللي مغروفه هياخد. يقول لك واحد كوكتيل، البعض بيحط افوكاتو، هنقول الافوكاتو سعره غالي شويه، ما يهمكيش، معاك الشيف بيوفر لك اهوت. ده عصير برتقال، لسه ما خلصتش انا. اوميجا 3 هنا هتتحط. عندك شويه لوز، يا مزاج اللوز. عندك شويه عين جمل. والله ايس كريم فانيليا مش مرغوب هنا، لان في عصير برتقال سائل. في حاله لما يكون فروت سلط نحط ايس كريم فانيليا. عندنا اللوز اهو، فكره ان انا بقى ازود اوميجا 3 يكون مطحون بالشكل ده كده اهو. الاولاد بيحبوا الحاجات دي على فكره اهو. يقوم اللوز هنا مع عصير البرتقال يدوب، الاولاد يستطعموه بالف هنا وشفا. حلقتنا النهارده بساطه، سهوله، مرونه، موفره، مش مكلفه، وحضراتكم انتوا اللي هتقولوا مش انا. عملنا الريزوتو بالرز المصري بيتكلم مصري، عملنا طاجن تورلي بالدجاج لطيف وجميل، عملنا كوبايات من الكوكتيل على طريقتي، وانا واثق انك لو هتعمليه هتعمليه احسن مني. يعني انا هدفي في الحلقه بتاعتنا او البرنامج بتاعنا اكله امي، انك انت باقل تكلفه بنفس المشتريات بنفس الحاجات اللي موجوده في المطبخ كل يوم هتعملي طبق جديد مختلف الشكل والطعم، لان معاكي شيف شاطر دمه خفيف بيهزر معاكي بيخرج بره الموضوع وبيأدي الهدف بطريقه لطيفه. رؤية، فن، ابداع. شوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضاء المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.